السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم المناعة الغير نوعية الاستجابة الالتهابية. إذن في حالة حدوث جرح على مستوى الجلد تحدث استجابة التهابية تتمثل كما نلاحظ في احمرار المنطقة المصابة، انتفاخها، إحساس بالألم بالإضافة إلى ارتفاع محلي لدرجة الحرارة. إذن لنتعرف على تطورات هذه الاستجابة الالتهابية، لكن قبل ذلك نسجل أن على مستوى النسيج الجلدي توجد أو تتواجد عدد كبير من الخلايا المناعية، وهي الخلايا البدينة التي تنتج وسيط كيميائي يسمى الهيستامين، الخلايا دندريتيك والتي تفرز هي كذلك البروستاغلاندين الذي يعتبر كذلك وسيط كيميائي، بالإضافة إلى البلعاميات الكبيرة التي تفرز هي كذلك وسيط كيميائي يسمى الشيميوكين. سنتعرف على دور هذه الوسائط الكيميائية بعد لحظات. إذن فعلا حدوث جرح على مستوى الجلد يسمح بتسرب الجراثيم للوسط الداخلي للجسم، حيث تجد الظروف الملائمة درجة الحرارة 37 درجة سلسيوس مواد اغتياتية فتبدأ بالتكاثر كما نلاحظ، لكن يؤدي ذلك إلى جعل الخلايا البدينة تفرز الوسيط الكيميائي الذي أشرت إليه قبل لحظات وهو الهيستامين. بالإضافة إلى ذلك نسجل أن الخلايا دندريتيك تقوم ببلعامة هي كذلك هذه الجراثيم، ثم تقوم بإفراز الوسيط الكيميائي الثاني وهو البروستاغلاندين. إذن سواء الهيستامين أو البروستاغلاندين تأثيرهما على الشعيرات الدموية المتواجدة بهذه المنطقة سيجعل هذه الشعيرات الدموية تتمدد وتزداد نفاذيتها، الشيء الذي يسمح بخروج كمية من البلازما في اتجاه المنطقة المصابة مكان تواجد الجراثيم، الشيء الذي يفسر لنا الانتفاخ الملاحظ على المنطقة المصابة. لكن نسجل كذلك أن البلعاميات الكبيرة هي الأخرى تتجه نحو الجراثيم تقوم ببلعامتها وتفرز الوسيط الكيميائي الذي أشرت إليه وهو الشيميوكين. نتساءل ما هو دور هذا الوسيط الكيميائي؟ فعلا هذا الوسيط الكيميائي سيؤدي بطبيعة الحال إلى جذب الكريات البيضاء مفصصة النواة المتواجدة على مستوى الشعيرات الدموية في اتجاه مكان الجرح أي مكان تواجد الجراثيم. فعلا نلاحظ أن الكريات البيضاء مفصصة النواة تنسل بين الخلايا المشكلة لجدار الشعيرات الدموية وتسمى هذه الظاهرة بالانسلال. فعلا تتجه بواسطة الأرجل الكاذبة نحو الجراثيم ثم تقوم بعملية بلعامة هذه الجراثيم كما تلاحظون معي. إذا لنتعرف على مراحل هذه البلعامة. إذا لدينا كرية بيضاء مفصصة النواة، أول مرحلة بطبيعة الحال هذه الكرية البيضاء مفصصة النواة سنعتبرها بمثابة بلعامية بما أنها تقوم بعملية البلعامة. إذا المرحلة الأولى تقترب وتعمل على تثبيت الجرثوم، تحيط به بواسطة الأرجل الكاذبة، ثم تقوم بعملية الابتلاع وتضعه داخل جيب هضمي كما نلاحظ. لاحظوا معي بطبيعة الحال هنا لدينا ما يسمى بالليزوم، وهو عبارة عن حويصلة مملوءة بأنزيمات هضمية، تعمل على إفراغ هذه الأنزيمات الهضمية داخل هذا الجيب الهضمي مكان حيث تتواجد الجراثيم، ثم تقوم بعملية هضم هذا الجرثوم، وأخيرا بطبيعة الحال المرحلة الأخيرة طرح الحطام الناتج عن عملية الهضم. نسجل كذلك أن الخلايا دندريتيك التي أشرت إليها قبل لحظات بطبيعة الحال عند ابتلاعها للجرثوم تعمل هي الأخرى كذلك على وضعه داخل جيب هضمي ثم تقوم بهضمه، لكن نسجل في هذه الحالة أن هذه الخلية تستعمل أجزاء من أو قطع من هذا الجرثوم وتقوم بدمجها مع بروتين يسمى CMH Complex Major Histocompatibility، ثم تقوم بعرض محدد المستضاد على مع CMH كما تلاحظون معي، وبذلك تصبح هذه الخلية بمثابة CPA Cellule Presentant de l'Antigène خلية عارضة لمحدد المستضاد. نتساءل ما هي فائدة ذلك أو ما هو دور هذه الخلية CPA الخلية العارضة لمحدد المستضاد. لاحظوا معي أن هذه الخلية مباشرة بعد ذلك تتجه نحو الشعيرات اللمفاوية، لدينا هنا شعيرة لمفاوية ثم تمر عبر الشعيرات اللمفاوية في اتجاه كما نلاحظ بطبيعة الحال في اتجاه العقد اللمفاوية مكان تواجد اللمفاويات. فعلا عندما تصل إلى العقد اللمفاوية تقوم بعرض كما ربما اتضح لكم ذلك عرض محدد المستضاد للخلايا اللمفاوية تي، بحيث كما ربما اتضح لكم ذلك المرحلة الأولى CPA تمر عبر العروق اللمفاوية تتجه نحو العقد اللمفاوية مكان تواجد اللمفاويات، المرحلة الثالثة اللمفاوية تي 4 تتعرف على محدد المستضاد المعروض مع CMH 2، وبينما اللمفاوية تي 8 تتعرف على محدد المستضاد المعروض مع CMH 1، وتعتبر هذه المرحلة نقطة انطلاق الاستجابة المناعية النوعية في هذه الحالة. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر
إن شاء الله.